عيالي مش موجودين النهارده معايا 50 جنيه هتبقى في جيبي لوحدها يا جدعان. الحمد لله الحمد لله معيش حد. نعم يا حبيبي بابا. عايزة فلوس يا بابا. هتجيبي بيها ايه؟ هجيب شبشب بلدي وكمان بلبن وكمان مساحة وكمان بيتي. ايه ده كله؟ مفيش ال 5 جنيه. يعني يوم ربنا يديني 50 جنيه وعيالي مش هنا يبقوا ياخدوها مني. حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل. خد يا بابا احنا كنا بنعزم معاك. حبيبتي يا جمانة. يا مكة. جمانة دي ثاني. خلاص يا مكة بقى المرة دي تنزل المرة دي خلاص دي بابا المرة دي.